بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح الإمام البخاري للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الكتاب الثامن كتاب الصلاة، وفيه 109 بابا أو 900 باب. الصلاة لها معنى لغوي، يعني بيقول لك سيصلى، سيصلى سيعرض على النار، مش احنا بنقول سيصلى نارا ذات لهب، يعني يعرض على النار، يصلى جاي من الصلاة برضه. يبقى الصلاة فيها معناها ايه؟ معناها انك انت بتتعرض الى نار ايه؟ الى نار جهاد النفس لتصلي، وتتعرض ايضا الى سطوع نار جبروت الله عز وجل، فتتعرض لها بأن تصلي، فالله سبحانه وتعالى يصلحك بسطوته وجبروته واطلاعه على القلوب، فلها هذا المعنى أيضا، معنى التعرض إلى النار، نار التكليف ونار التشريف. وأيضا لما بتعرض الشيء على النار تصليه بينحني، مش كده برضو؟ والصلاة فيها الانحناء والخضوع إلى الله، ففي معنى الصلاة الانحناء والخضوع إلى الله، كلما عرضت نفسك إلى مجاهدة النفس وإلى ترك نيران الشهوة، فهتلاقي نفسك انحنيت وخضعت لمولاك. فكل دي معاني لغوية جاية لاستعمال كلمة الصلاة، ثم استعملت بعد ذلك معنى الدعاء، لأن الإنسان لما بيدعو بينحني لإيه؟ لخالقه ويذل له، وثم صارت بعد ذلك لها معنى شرعي، وهي عبادة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم على هيئة مخصوصة، تشمل قراءة القرآن وتشمل القيام والركوع والسجود على هيئات مخصوصة، كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى صارت لها معنى تاني بعد كده، معنى في الشرع، وهي الصلاة المعهودة المعلومة عند المسلمين. الباب الأول، باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء، لأن أول فرض للصلاة كان في الإسراء والمعراج اللي هي الخمس فرائض. قبل كده طيب كان المسلمين بيصلوا بر، لكن كانوا بيصلوا صلاة ركعتين في الصبح وركعتين في الليل بس وخلاص، مش خمس فرائض، والباقي يبقوا يصلوا بالليل، يصلوا تطوع، يصلوا اي حاجه، لحد ما جاء الاسراء والمعراج، وكان بعد وفاه سيدتنا خديجه، وبعد وفاه ابي طالب، وكذلك بعد حادثه الطائف الذين قابلوا النبي اسوأ مقابله، فسمى النبي هذا العام عام الحزن، وكان قبل الهجرة تقريبا بسنتين وعدة شهور، فأسري برسول الله صلى الله عليه وسلم وعرج به بجسده الشريف وروحه يقظة، ثم فرضت الصلاة فوق سبع سماوات لعلو قدرها وعلو مكانها، وإشارة إلى أن الصلاة فيها معنى العروج. باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء. واختلف في الإسراء، هل هو في شهر ربيع ولا هو في شهر رجب؟ احنا بنحتفل بيه في 27 رجب، لكن اختلف هل هو في ربيع ولا في رجب، يعني بيرجح المؤرخين انه كان في ربيع، ربيع الأول، ده ترجيح المؤرخين. طب في الاحتفالات خلينا رجب ليه؟ علشان الناس في ربيع الأول مشغولين بالاحتفال بالمولد النبوي،
فيقوم نعمل لنا بقى مناسبة أخرى بعيدة عن دي عشان كمان نكلم الناس في الإسراء في موعد ونكلم الناس على النبي في موعد. كويس؟ وإلا كانتاها الإسراء والمعراج في شهر ربيع بأنوار المولد. باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: حدثني أبو سفيان في حديث هرقل فقال يأمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بالصلاة والصدق والعفاف. يبقى النبي كان بيأمر بالصلاة في حديث هرقل، وحديث هرقل كان إمتى؟ في عام الحديبية، بعد صلح الحديبية، يعني في عدد السنة الثالثة من الهجرة. لما أجاب لهرقل الإجابة فيقول له بيأمركم بإيه؟ قال يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير الإمام البخاري في صحيح الحديث 50 بعد 300، قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة. كان نايم فين؟ في بيت أم هانئ اللي هو بيت عمه، بيت عمه أبي طالب. بعد وفاة خديجة بقى ينام فين؟ في بيت إيه؟ عمه اللي هو كان اتربى فيه صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا، وأحيانا كان يبيت في بيته أصلا برضه. فبقى إيه؟ بعد وفاة خديجة كان أحيانا يبيت في بيت عمه أبي طالب، وكان قاعدة فيه مين؟ أم هانئ أخت سيدنا علي بن أبي طالب، علشان كان إيه؟ زوجها مات وترك لها أولاد. قال: فرج عن سقف بيتي، يعني شقة، فرج عن السقف الايه شق، فدخل ايه ملائكة على نظر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رأى هذا المنظر النبي صلى الله عليه وسلم. لو انت كنت نايم جنبه مش هتشوف حاجة. يبقى دي ايه؟ عين النبوة، عين النبوة التي تجعله يرى الملائكة. قال: فرج عن سقف بيتي وانا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري، يعني شق صدره، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا. يجي العلماء بيقولك ايه ده، هو الذهب مش حرام يجيب طست؟ ايوه يا سيدي، ده ذهب الجنة. هو سيدنا جبريل هيجيب الذهب من عند الجواهرجي؟ ده جايب ذهب جنة، وذهب الجنة مباح مش حرام، اللي حرام ذهب الدنيا. لكنها مناقشة سفسطة كده، مش عارف يقعدوا يتناقشوا فيها. يقول لك أصل ده كان قبل التحريم وكان مش عارف إيه. يا عم حتى بعد التحريم ده ذهب الجنة يا أستاذ، وذهب الجنة مباح، وجبريل مش هيجيب لك ذهب الدنيا يعني. فشيء عجيب يعني، مناقشات كده سفسطة ساعات تلاقيها في كتب التفسير، عليك أن تعرض عنها. يعني ما تحتاجش يعني مناقشة كثيرة. ثم جاء بطست، والطست اللي احنا نقول عليه طشت بتكسر الطاء المصريين، واخد بالك، لغه صحيحه ايضا، يعني الاناء الواسع اللي بيبقى فيه الماء عشان تستحم. ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمه وايمانا. طب والحكمه دي شيء عرض، يبقى جسم، شيء عجيب، ماء يعني بصوره ماء ممكن، لان الله سبحانه وتعالى قادر ان يجعل العرض ايه محسوسا. دي يوم القيامة مش هيأتي الموت والموت عرض في سورة كبش يسبح الله على الصراط؟ فهمت ازاي؟ يبقى كان ممكن الله سبحانه وتعالى يجعل الأمور العرضية محسوسة. ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه. ليه ده إعداد؟ لأن النبي هيتعرض لأمور قد لا تسعها البشرية ولا تتحملها، فبيعده إعداد مخصوص عشان هيصعد إلى عوالم لم يصعد إليها إنسان، يطلع السماوات الطبقات كلها ويشوف الجنة ويشوف النار ويشوف سدرة المنتهى، ويقف في موقف لو وقفه جبريل ما تحمله كمان. يبقى محتاج إعداد خاص صلى الله عليه وسلم. وكانت دي رابع مرة يشق صدر النبي. الأولانية وهو طفل عند حليمة
السعدية، والثانية وهو صبي، والثالثة وقبل إيه؟ قبل الوحي، والرابعة قبل الإسراء والمعراج. يبقى 4 مرات شق الصدر الشريف صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري، ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. طبعا الحديث فيه إيه؟ فيه اختصار، نوع اختصار، لأنه هو إيه؟ أخذه وإيه؟ وراح على حجر إسماعيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى في حجر إسماعيل 2 ركعتين، ثم إيه؟ بدأ الإسراء والمعراج من حجر إسماعيل، من ايه؟ عند الكعبة. يبقى الحديث فيه نوع اختصار، وعرفنا الاختصار من ايه؟ من الروايات التانية، لان الامام البخاري من مذهبي اختصار الحديث. ثم اخذ بيدي فعرج بي الى السماء. والعروج من السماء ما كانش من 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 الحجر اسماعيل ولا من مكة، ده العروج كان من بيت المقدس، مش بعد صلاتي في بيت المقدس. يبقى الحديث فيه نوع اختصار. فعرج بي الى السماء الدنيا، فلما جئت الى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال: هذا جبريل. قال: هل معك احد؟ قال: نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ارسل اليه. قال: نعم. يعني أرسل أن يأتي الآن إلى السماء، لكن هو عارف أن سيدنا محمد، ما قالوش من محمد، هو عارف أنه رسول الله، ما قالوش من محمد، هو عارف ده رسول الله، لكن أرسل إليه، يعني سمح له أن يأتي إلى هذا الموضع الآن. فقال: أرسل إليه. قال: نعم. فلما فتح علونا السماء الدنيا، يعني إيه؟ اخترقها، بقى فوق، بقت السماء الدنيا بالنسبة له أرض. فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة، يعني قاعد وإيه؟ رجل قاعد وعلى يمينه أسودة، يعني أشخاص، خيال ناس. والأسودة جمع سواد، والسواد هو الشخص الغير محدد الملامح. لما تشوف واحد كده خيال شخص من بعيد وجاي وأنت مش محدد ملامحه، حتى يمكن ما تعرفش ده امرأة ولا رجل أصلا، من كتر ما ايه بعيد عنك، يسمى ايه؟ سواد. يبقى السواد هو ايه؟ هو الشخص غير محدد الملامح، وأسودة جمعها. فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل يساره بكى. فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم. وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه. نسم بنيه يعني أنفس بنيه. النسمة هي الإيه؟ هي النفس. يبقى النسمة، نسم جمع نسمة. فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شمالي أهل النار. يبقى هو بيشوف إيه؟ أهل اليمين من إيه؟ من أبنائه، يبتسم لهم، وينظر إلى أهل اليسار من أبنائه يبكي عليهم لشفقة الأب على أبنائه. حتى عرج بي إلى السماء الثانية فقال لخازنها: افتح. فقال له خازنها: مثل ما قال الأول. ففتح. قال أنس: فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم، ولم يثبت كيف منازلهم. يعني في الرواية دي ما أثبتش كل واحد في أني إيه؟ سماء، غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة، والسادسة دي إيه؟ يوهم برضو من الراوي، لأن إبراهيم كان في السماء السابعة، واللي في السادسة كان سيدنا موسى، واللي في الخامسة سيدنا هارون، واللي في الرابعة سيدنا إدريس، وفي الثانية سيدنا يحيى وسيدنا عيسى،
وفي الأولى سيدنا آدم على هذا الترتيب. كويس؟ يبقى ممكن الراوي وهو بيحكي الحديث يحصل له نوع وهم. طب نعرف الوهم منين؟ من الروايات الأخرى. قال أنس: فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بإدريس قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقلت: من هذا؟ قال: هذا إدريس. وربنا قال ورفعناه مكانا عليا، اللي هو السماء الرابعة. ثم مررت بموسى فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا موسى. يبقى جميع الأنبياء عارفين النبي هو. طب والنبي ما هو عارفهم برضو، بس في حال البشرية ينسى، لكن النبي لما يبقى في حال الروحانية عارفهم كلهم. ده هم ما أخذوش النبوة إلا من خلال روحانيته صلى الله عليه وسلم، فهم؟ لكن هنا ليه بيسأل؟ بيسأل عشان في حال البشرية، حال البشرية الإنسان يصاب ببعض النسيان، طبيعة الإنسان كده. قلت: من هذا؟ ثم مررت بعيسى فقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا عيسى. ثم مررت بإبراهيم. طبعا الترتيب هنا متلخبط، لأن عيسى كان في السماء الثانية، فهمت؟ يبقى هنا الترتيب في نوع عدم مراعاة للترتيب. بعض العلماء قال لك أصل الإسراء والمعراج حدث مناما للنبي تكرارا، وحدث له يقظة مرة واحدة، فربما يكون هذا حكاية لبعض منامات الإسراء والمعراج، فهم؟ يعني حدث للنبي الأول مناما عدة مرات تمهيدا له، إذا حدث في اليقظة لا يشتبه عليه، يكون قد اعتاده، لأن النبي كان يأتيه الوحي في الأول في سورة منامات، ثم بعد ذلك يتحقق في سورة اليقظة. كويس؟ فده إعداد. فبعض العلماء قال لك لا، رواية البخاري صحيحة كده بالترتيب ده كده، لأن حدث له منامات كثيرة، وبعد كده حتى حدث له في اليقظة، فحدث الترتيب، فرآهم على الترتيب، فهمت؟ يعني ممكن نفهم بالطريقة دي. ثم مررت بعيسى فقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. ثم عرج بي يعني صعد بي، حتى ظهرت يعني علوت، يبقى ظهرت هنا بمعنى علوت، لمستوى يعني لمقام، أسمع فيه صريف الأقلام، صوت جريان أقلام الأقدار على صحف الكتاب المحفوظ، بقى سامع صوت الألم اللي بيخط أقدار العباد، أدي معنى صريف الأقلام. لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قال ابن حزم: وأنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ففرض الله على أمتي 50 صلاة، فرجعت بذلك. رجع من الموضع اللي خاطب فيه ربه، فرجعت بذلك يعني بال50 صلاة. حتى مررت على موسى فقال: ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت: فرض 50 صلاة. قال: فارجع إلى ربك فإن، ارجع إلى ربك يعني إلى الموضع الذي خطبت فيه ربك، مش ربنا قاعد مستنيه في حتة على الناصية زي المجسمة. الله، يعني ربنا قاعد على حتة على ناصية والنبي رايح جاي على ربه، غباوة. فارجع إلى ربك يعني إلى الموضع الذي خطبت فيه ربك، أدي المعنى. فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعت فوضع شطرها، شطرها يعني جزء منها، لأنه وضع 5 بـ5، لكن شطرنا يوحي أنه وضع 25 مرة، لا، الشطر قد يطلق على الجزء وقد يطلق على النصف،
يبقى الشطر في لغة العرب يطلق على الجزء ويطلق على النصف. فراجعت فوضع شطرها، فراجعت إلى موسى قلت وضع شطرها، فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق. فراجعت فوضع شطرها، يبقى ده دليل إن مش شطرها النصف، لأن لو كان النصف يبقى 25، نصف النصف يبقى إيه؟ 12 ونص صلاة يعني؟ لا، ما حصلش كده. يبقى الشطر هنا بمعنى الجزء وليس بمعنى النصف. واضح؟ فرجعت فوضع شطرها، فرجعت إلي فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. رجعته فقال هي 50 وهي 50، يعني 50 في الأداء 50 في الأجر، الحسنة بعشر أمثالها. فقال هي 50 وهي 50، لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك، فقلت استحييت من ربي. وده برضو كمال تواضع النبي وأدبه. ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى. سدرة المنتهى شجرة عظيمة مخلوقة، ورد رواية إن أصلها في السماء السادسة وجذعها في السماء السابعة وهي على باب الجنة. وسميت سدرة المنتهى لماذا؟ لأنها عندها ينتهي علم الملائكة، والنبي جاوز سدرة المنتهى، يبقى النبي ايه؟ علمه فوق علم الملائكة، فوق علم جبريل. وعشان كده قال له ايه؟ ومن علومك علم اللوح والقلم، لأن اللوح والقلم عند سدرة المنتهى، والنبي جاوز سدرة المنتهى، فصار من علومه جزء من علوم علم اللوح والقلم، ده جزء من علومه. لكن الوهابية الجاهلة يعترضوا على هذا البيت في البردة، لأنهم جهلة. لأن لما النبي جاوز سدرة المنتهى واللوح والقلم عند سدرة المنتهى، يبقى معناه إيه؟ صارت من علومه وليست كل علومه. واضح؟ وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيم. حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي. ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبايل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك، صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن يوسف. يبقى عرفنا أن فرضت الصلاة فوق 7 سماوات لعلو مقامها وقدرها، فهي عماد الدين. وهي إيه؟ عماد الدين، من هدمها فقد هدم الدين. وهي أكثر عبادة يتعبد بها، يتعبد بها المسلم ربه، أكثر عبادة على الإطلاق. شوف كل يوم بتصلي 5 فرائض، كل يوم 5 فرائض، لكن الصيام شهر في السنة، والحج مرة في العمر، والزكاة لا يدفعها كل مسلم، لأن يعني في من الفقراء من لا يدفع زكاة أصلا. فيبقى هي الصلاة هي أكثر عبادة يتعبد بها المسلم ربه، هي الصلاة. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. لأن الصلاة قبل الإسراء والمعراج كانت ركعتين في الحضر، مش كده برضو؟ ما هو كانت ركعتين قبل الإسراء، ركعتين الصبح، ما كانش في حاجة اسمها صلاة رباعية دي في مكة قبل الإسراء. يبقى أصل الصلاة أول ما فرضت قبل الإسراء والمعراج على النبي ركعتين صباحا وركعتين مساء، ثم بعد ذلك زيدت في الحضر في الإسراء والمعراج عندما فرضت، فصارت في الحضر 5 فرائض منهم 3 4 ركعات، وهي الظهر والعصر والعشاء، والمغرب 3، وظلت 3 في الحضر والسفر لأنها هي إيه؟ وتر النهار. والصبح استمر على حاله وهو 2 ركعتين واكتفي به لطول القراءة فيه. وعلشان كده الصبح تطيل القراءة فيه شوية، ليه؟ لأنه ده 2 ركعتين. فعوض بقى إيه؟ قلة الركعات بطول القراءة، وكان النبي يطيل القراءة في الصبح.
عن عائشة أم المؤمنين قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. والإمام أبو حنيفة قال طالما أصل الصلاة ركعتين يبقى قصر الصلاة في السفر عزيمة وليس رخصة، فأوجب قصر الصلاة الإمام أبو حنيفة في مذهبه للمسافر، بحيث أن المسافر يجب عليه أن يقصر الصلاة ولا يتمها. ليه؟ خد من حديث ستنا عائشة أن الأصل كده، فيقول لك على الأصل دور، والأصل يكون عزيمة. فهمت؟ ده رأي الإمام أبو حنيفة، ولم يوافقه باقي المذاهب. قالوا لا، ده العزيمة هي الرباعية، والرخصة هو التخفيف المتعلق بالسفر، وبالتالي هذه الرخصة يجوز فعلها ويجوز تركها. وسيدتنا عائشة راوية الحديث كانت تتم صلاتها في السفر، ستنا عائشة نفسها كانت لما تسافر تتم الصلاة في السفر، برغم ان هي بتقول ان هي اصلها ركعتين. فهمت ازاي؟ دل على جواز الاتمام في السفر. وعند الامام الشافعي يجوز الاتمام في السفر ويجوز القصر، والقصر افضل، لان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. باب وجوب الصلاة في الثياب. في الثياب يعني ايه؟ يعني ساترا لعورتك، يبقى وجوب الصلاة حال سترك لعورتك. وقول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل سجود، مسجد هنا عند كل صلاة، يعني مش مسجد اللي هو الجامع، لا، المسجد هنا السجود، والسجود المقصود به الصلاة. خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني ايه؟ يعني خذوا ثيابكم واستروا عوراتكم عند إرادتكم الصلاة. أدي معنى الآية. ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد، يعني لو واحد ما عندوش إلا ثوب واحد ممكن يلتحف فيه ويلفه حوالين جسمه ويستر عورته ويصلي. ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد. ويذكر عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يزره ولو بشوكة، في إسناده نظر. ويذكر رواية إيه؟ رواية حديث معلق بصيغة التمريض، يذكر ده حديث إيه؟ تعليق بصيغة التضعيف، يعني كأنه لم يصح على شرط الإمام البخاري، لا على شرطه ولا على شرط غيره من الصحيح كمان، يعني كأن الرواية ضعيفة. ويذكر عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يزره ولو بشوكة، في إسناده نظر، يبقى ضعيف. فهمت؟ إيه حديث سلمة بن الأكوع؟ ما كانش عنده إلا ثوب واحد، فبيسأل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا رسول الله لما أجي أسجد وأركع هيقع مني، قال له خلاص اشبكه ولو بشوكة، يعني دبوس كده، يزره إيه بشوكة، يعني إيه يشبكه ولو بدبوس، عشان لما يجي يوطي ويركع ويعمل ما يقعش منه. يبقى يزره ولو بشوكة، يعني ايه؟ يثبته ولو بايه؟ بدبوس. يعني الدبوس ما كانش فيه دبابيس، شوكة يعني قطعة خشب كده رفيعة يستعملها يثبت بيها ثوب. في اسناده نظر. ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم يرى اذى، يبقى تصلي في الثوب الذي جامعت فيه طالما لم يصبه نجاسة، العبرة ان يكون طاهرا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطوف بالبيت عريان. ليه؟ لأن الطواف صلاة، والصلاة يجب فيها ستر العورة. وكان العرب زمان يطوف بالبيت عريان، ليه؟ علشان يعني ليبين شدة الافتقار، يعني جئتك عريان كما ولدت يا رب. كانوا ايه يعملوا كده، لدرجة ان في بقايا من هذا الاعتقاد في عادات بعض الناس. واحد يقول لك انا وقفت فوق السطوح من كتر ما ضاق بيا قلعت هدومي وقلت يا رب، واخد بقى؟ مش في الناس العوام بتقول كده؟ لكن ما يصحش، مش من الادب، مش من الادب. وعن ابي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا يزيد بن ابراهيم عن محمد عن ام عطيه رضي الله عنها قالت امرنا ان نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور، اللي هو الستور التي وجب عليها الحجاب، يعني النساء اللاتي وجب عليهن الحجاب،
وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم عشان يحضروا تكبيرات العيد ودعاء الإمام ويفرحوا بإيه؟ بالعيد. ويعتزل الحيض عن مصلاهن أثناء صلاة العيد، بس الحيض يقعدوا في حتة مختلفة شوية بعيد عنه. ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب. قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها. وقال عبد الله بن رجاء: حدثنا عمران قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثتنا أم عطية أنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. باب عقد الإزار على القفا في الصلاة. لو عندك إزار واحد يعني بيغطي نصف جسمك ومش عارف تشبكه بطريقة معينة، مفيش دبابيس، مفيش مشبك، مفيش حزام، تعمل ايه؟ تروح لفه وجايب له حاجة تروح ربطه على قفاك زي الحمالة كده، فهمت ازاي؟ يقوم ما يقعش منك وانت بتصلي. ادي معناه عقده على القفا، يعني ربطه على القفا كأنه له حمالات تحمله. باب عقد الإزار على القفا في الصلاة. وقال أبو حازم عن سهل: صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزورهم على عواتقهم. وعن أبي قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقل بن محمد عن محمد بن المنكدر قال: صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاء، وثيابه موضوعة على المشجب. المشجب اللي هي الايه؟ الشماعة اللي بتعلق فيها الهدوم بتاعتك، يسموه المشجب، اللي هي ما يعلق عليه الثوب، نسميها دلوقتي احنا في زماننا ايه؟ شماعة. قال له قائل: يعني سيدنا جابر صلى بإزار وعقدوا على قفاه مع انه عنده يا اخي ثياب معلقة على مهم. طب التانيين دول ايه؟ كانوا بيصلوا كده عشان ما عندهمش. طب وانت ليه بتعمل كده يا جابر؟ فهمت ازاي؟ اللي شافه بقى بيقولوا لي كده، ما انت ثوبك اهو، فهمت؟ قال له قائل: تصلي في ازار واحد؟ فقال: انما صنعت ذلك ليراني احمق مثلك، يعني جاهل، يعني عملت كده علشان واحد جاهل زيك يسالني. فقال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا عملت كده بالرغم أن عندي غيره عشان أعلمك، لما يبقى ما عندكش غير الثوب ده تصلي بيه برضه، ما تتركش الصلاة عشان أعلمك يا جاهل، فهمت؟ وعن أبي قال: حدثنا مطرف أبو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب. ونقف على باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفه غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا رب نحن وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.